أحد أهم متطلبات المواطن أن يكون هناك مستشفى يجهز بأحدث المعدات ليطمئن قلبه. هنا نحن في مستشفى عين التمر الذي يبعد عن مركز مدينة كربلاء نحو 90 كيلومترا، والذي يعاني نقصا في ملاكاته الصحية منذ تأسيسه. دأب مستشفى عين التمر على تقديم أفضل الخدمات لأهالي القضاء، وطبعا المناطق المحيطة بالقضاء أيضا تعتمد على مستشفى عين التمر كونها من المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، يعني النواحي القريبة مثلا منطقة أحمد بن هاشم، منطقة النخيب، دائما إخلاءهم يكون لمستشفى عين التمر. ده نحاول بجهودنا وجهود الجهات المسؤولة في عين التمر ودارة الصحة على توفير كل الإمكانات اللازمة لسد كل الاحتياجات والمحافظة على الوضع الصحي بداخل القضاء. الطريق إلى المستشفى أصبح العقبة الأكبر بوجه أي طبيب يحاول تقديم المساعدة في مستشفى عين التمر، فهو ينقذ حياة المرضى تارة وقد يفقد حياته في طريق خطر وهو يتوجه إلى عمله تارة أخرى. بالنسبة للطريق مستشفى عين التمر، طريق بعيد جدا وخطر ومليء باللوريات والسيارات السريعة تمشي، والشارع شارع مموج يعني مو عدل غير منتظم، بدنا نواجه صعوبة. أغلب المنتسبين بالمستشفيات كربلاء ما يقبلون يجون لهنا لأن طريق بعيد عليهم خطر لهذا السبب. بعد نطالب إنه تكون شوارع مبلطة، نظام باللوريات، إن اللوريات تأخذ سايدين، ثلاث سايدات مرات تعبر على السايد الثالث إنه يسد لنا الطريق كله. المواطن ليس معنيا بمثل هذه التفاصيل ولا يعلم عنها شيئا، فهي تخفى عادة بكواليس إدارة المستشفيات، لكنه ينتظر بل ويطالب بالفرصة التي تبقيه على قيد الحياة، ويأمل أن تتوسع خدمات المستشفيات حتى تستقبل أعدادا أكبر من المرضى الذين يغادرونها وهم أصحاء معافون. المشكلة هنا التأخير، يعني الدكاترة ماك يعني يروح يقول لك أنا خوم أن أباتي هنا أنا ماك، وهذا يروح يقول لك الطريق ومسافة الطريق، وهاي هي مستشفى صغيرة مستشفى عند تمر، يعني يرجون التوسع، يرجون الدكاترة تتطور هنا، لازم تطور دكاترة تظل هنا، يعني ما هذا عمليات هنا سماكو تريد يعني مدى تتكاثر عندنا، يعني أزيد شيء أقل حالة حالوها الحسيني، كل حالة يعني حالوها هنا نريد تواجد يعني هنا الدكاترة. المستشفى الذي يتعكز عليه قضاء عين التمر يعاني من نقص في كوادره بسبب طريق موت يحصد أرواحهم بصورة مستمرة، رغم أهميته الدولية للحج والعمرة، فهو يربط كربلاء العراق بمكة المكرمة. قضاء عين التمر، جاسم الهميم، التغيير.